السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية تاسع. اليوم إن شاء الله راح نحل الأسئلة الحسابية صفحة 69. هلا في عنا سؤال ثلاثة: سيارة تزداد سرعتها من 50 كيلومتر في الساعة إلى 60 كيلومتر في الساعة، ودراجة هوائية تتزايد سرعتها من السكون إلى 10 كيلومتر في الساعة خلال نفس الفترة الزمنية، هل يختلف التسارع؟ طبعا إحنا حكينا التسارع هو التغير في السرعة بالنسبة للزمن. إيش قانون التسارع؟ بدي أحكي تسارع السيارة وتسارع الدراجة. إحنا بدنا تسارع السيارة وتسارع الدراجة. طبعا إحنا حكينا التسارع التغير في السرعة بالنسبة للزمن. إيش التسارع؟ التغير في السرعة بالنسبة للزمن، اللي هي عين تنين ناقص عين واحد على دلتا زين، إذا كانت موجودة عندنا على زين كاملة هون عندي، وبرضه هون عين تنين ناقص عين واحد على زين ويساوي. هلأ بيقول لك نفس الزمن، يعني الفترة الزمنية ما اختلفت، مع إنه نفس الفترة الزمنية بدنا نثبت الفترة الزمنية. بدنا نشوف ممكن تكون 5 وهون 5، 10 10. هلأ بدي أشوف الفرق بالسرعة، قديش الفرق في السرعة؟ طيب عين تنين قديش عندي للسيارة؟ 60، لأنه قال لك من 50 ل 60 ناقص 50 على الزمن ثبته، يعني نفس الزمن بيطلع عندي 10 على زين. هلأ هون برضو عين تنين قديش؟ 10. هلأ السكون يعني عين واحد تساوي صفر، السكون هلأ بكتب لكم إياها الملاحظة، إنه عين واحد تساوي صفر، بدأ من السكون، إذا 10 ناقص صفر برضو على زين ويساوي 10 على زين، يعني نفس الإشي. هل يختلف تسارعهما؟ لا لا يختلف التسارع. هاي رح اكتب لكم الملاحظة، جسم بدأ من السكون يعني عين واحد تساوي صفر، جسم بدأ من السكون يعني عين واحد تساوي صفر، جسم بدأ من السكون يعني عين واحد تساوي صفر. هلا سؤال 4، بالرجوع إلى الشكل 232 صفحة 69 أجب عما يلي. في عندي صفحة 69 مثل ما احنا شايفين، السؤال الرابع صفحة 69 الشكل الموجود عندي في عليه 4 أسئلة. السؤال الأول: حدد موقع العداء ب بالنسبة إلى العداء ألف. هاي العداء ب اللي هو باللون الأخضر، والعداء ألف اللي باللون الأحمر. بيقول لك حدد موقع العداء ب بالنسبة إلى العداء ألف. ركز يا سامي في السؤال. هلا العداء ب يقع على بعد قديش من العداء ألف؟ على بعد 100 متر من العداء ألف. هلا كيف عرفنا؟ هلا هون الصفر رح تكون في عندي بين 50 والسالب 50، عم بتزيد 50 وبتنقص عندي 50، إذا ملاحظين يعني 50 100 150 200، هون صفر سالب 50 سالب 100، إذا هون صفر بده يكون، والعداء ب عند السالب 100 تقريبا، إذا قديش المسافة بينهم؟ صفر ناقص ناقص 100، يعني قديش المسافة؟ 100 متر بين البعد بين العداء الأول والثاني، إذا هون صفر وهون 100، قديش البعد بينهم؟ 100 متر بين العداء الأول والثاني. هلأ بقى أي العداء أين كانت سرعته أكبر؟ طبعا لسرعته أكبر بده يكون عندي الميل تبعه رح يكون عندي أكبر. شو يعني الميل؟ اللي هو التغير الصادي على التغير السيني. هلأ بقى مثل ما احنا ملاحظين مرتفع عندي، يعني ميله رح يطلع عندي أكتر من مين؟ من ألف، إذا رح تكون عندي سرعته أكبر من ألف. ليش؟ لأنه الميل عنده أكبر، وكلما زاد الميل بيكون عندي السرعة أكثر. جيم، ماذا تمثل النقطة سين؟ النقطة سين مثل ما احنا شايفين التقوا، هي التقاء. شو يعني التقاء؟ نقطة التقاء العدائين عند النقطة سين. إذا نقطة الجيم إيش هي؟ تمثل النقطة سين التقاء العدائين، موقع التقاء العدائين. دال، احسب المسافة الفاصلة بين العدائين عند اللحظة زين تساوي 20. طبعا هاي 15 20 25 30. عند العشرين هينا بدنا نطلع عند العشرين وبدنا نشوف قديش المسافة الفاصلة بينهم. هلا تقريبا هون عندي عند 80، وتقريبا هون تقريبا عند 30، هون عند 180 وهون عند 30، المسافة الفاصلة عند النقطة قديش؟ عند النقطة زين تساوي 20. كمان مرة، عند زين تساوي 20 تقريبا 80 ناقص 30 ويساوي 50، 80 ناقص 30 ويساوي 50. تمام يا تاسع؟ كمان مرة، المسافة الفاصلة عند العشرين عند زمن 20، هي 20 عندي هنا، بطلع هون تقريبا عند 80 وهون تقريبا عند 30، 80 ناقص 30 بيطلع عندي 50 متر، وهي المسافة الفاصلة بين العدائين عند اللحظة زين تساوي 20.
هاي إجابات الأسئلة جاوبت لكم إياهم. إذا موقع العداء ألف يقع على العداء باء على بعد 100 متر من العداء ألف، أي العدائين سرعته أكبر؟ كانت عندي باء أكبر لأنه الميل أكتر. جيم، ماذا تمثل سين؟ موقع التقاء العدائين، ودال المسافة 80 ناقص 30 ويساوي 50 متر اللي هي قديش الفرق بينهم. تمام، إذا 50 متر الفرق بينهم. هلأ في عندي سؤال رح نحل مع بعض، سؤال 8 ركزوا فيه كتير. سؤال 8 برضو على درس معادلات الحركة ومهم كتير هذا السؤال، على نفس مبدأ معادلات الحركة رح نحله مع بعض. السؤال، يتدرب أحمد على ركوب الدراجة الهوائية حيث يدفعه والده من السكون فيكتسب تسارعا مقداره 5/10 متر لكل ثانية تربيع مدة 6 ثانية، ثم يقود بعد ذلك الدراجة وحده بسرعة ثابتة مدة 20 ثانية. احسب سرعة أحمد في نهاية الثانية السادسة. أول إشي زي ما احنا متعودين رح نكتب المعطيات. طيب هلأ يتدرب أحمد، يدفعه والده من السكون، من السكون عين واحد تساوي صفر بين قوسين لأنه بدأ من السكون. لما يكون جسم عندي بدأ من السكون بتكون عين واحد قديش تساوي صفر. اكتسب تسارعا مقداره 5/10 متر لكل ثانية تربيع، قديش التسارع؟ 5/10 متر لكل ثانية تربيع مدة 6 ثانية، إذا زين تساوي 6 ثانية. هلأ أنا شو بدي في سؤالي؟ بدهم سرعة أحمد في نهاية الثانية السادسة، خلاص ما بدي أكمل باقي السؤال، هم بدهم عندي 6 ثانية. إذا شو المطلوب؟ عين تنين، هاد المطلوب. من وين أجيب عين تنين؟ أول إشي طبعا بشوف الأشياء اللي عندي. هسا في عندي عين واحد وعندي تاء وعندي زين، بدنا عين تنين، بستخدم المعادلة الأولى. إذا باستخدام المعادلة الأولى، إيش المعادلة الأولى؟ عين تنين تساوي عين واحد زائد تاء زين. عين تنين اللي هي بدنا نطلعها، قديش مقيمة عين واحد عندي؟ صفر، زائد التسارع 5/10 ضرب 6 ويساوي بيطلع عندي 3 متر في الثانية. عين تنين تساوي 3 متر في الثانية. الفرع با بدهم الإزاحة الكلية التي قطعها الجسم. طبعا الإزاحة اللي هي سين، بدنا سين الكلية، سين اللي هي تساوي سين واحد الكلية يعني قطعها في المرحلة الأولى، وسين تنين. هلأ بدي أطلع سين واحد. هلأ بشوف شو في عندي، عندي التسارع، عندي عين تنين، كل شيء موجود عندي. بشوف أي معادلة رح أستخدم، بستخدم إما الثانية أو الثالثة حتى أطلع سين. أنا بدي أستخدم المعادلة الثانية، سين واحد تساوي عين واحد زين زائد نص تاء زين تربيع ويساوي قديش قيمة عين واحد عندي؟ صفر، الزمن ستة، أنا رح أخذ أول شيء في المرحلة الأولى اللي هي زمنها ستة، زائد نص ضرب التسارع قديش عندي؟ 5/10 ضرب الزمن تربيع لي 6 تربيع، هون 0 ضرب 6 0 زائد بيطلع عندي كامل 5/10 36 9 ويساوي 9 متر. بكون هيك طلعت ميم، بكون طلعت سين واحد اللي هي الإزاحة الأولى، هم بدهم الإزاحة الكلية. لاحظوا إن الجسم رجع بيقول لك يقود بعد ذلك الدراجة وحده بسرعة مدة 20 ثانية، يعني أنا في عندي زمنين، يعني في عندي سين واحد وسين اثنين، عشان هيك رح أطلع إزاحة كلية. سين واحد طلعتها، هلأ نفس المبدأ بدي أطلع سين تنين، بس متى سين تنين؟ هاي بدي أكتب سين واحد، عند سين واحد بدي أكتب عند الزمن 6 ثانية. هلأ السين تنين عند الزمن إيش؟ 20 ثانية، مش قال لك بعديها صار في مدة 20 ثانية؟ وبعدها بنجمع الإزاحة الكلية، سين تنين طبعا رح أطلع نفس القانون، عين عين زين زائد نص تاء زين تربيع ويساوي قديش طبعا عندي عين تنين. هلأ هون لأن السرعة الثانية عين تنين بما قال لك سارة وحده بسرعة ثابتة، يا تاسع بما أن أقول لك السرعة ثابتة يعني نفس السرعة اللي صار فيها الجسم بالمرحلة الأولى، قديش كانت السرعة اللي صار فيها الجسم بالمرحلة الأولى اللي هي قديش طلعت عندي؟ طلعت 3 متر في الثانية. إذا كمان مرة بدهم الإزاحة كانت عندي ثابتة، بقول لك السرعة ثابتة، السرعة ثابتة ما تغيرت. طب من وين أجيب السرعة؟ بدي أجيبها من وين؟ من الثلاثة، أنا طلعتها السرعة هاي اللي مشي فيها. طبعا انسى السرعة الأولى اللي عند السكون، هاي صفر، بس تحرك الجسم خلص عم بتحرك. هلا لما تحرك الجسم وصار يمشي في سرعة ثابتة مدة 20 ثانية، أنا بدي أطلع الإزاحة لما كان عندي 20 ثانية وبنفس الوقت السرعة ثبتت
اللي هي 3. إذن 3 ضرب عندي 2 3 ضرب الزمن قديش؟ هاي المرة بدي أطول الزمن 20 زائد نص ضرب التسارع. ركزوا معايا، السرعة ثابتة دائما، لما تكون السرعة ثابتة كم بيكون التسارع؟ 0 ضرب 20 تربيع. هلا بكتب لكم الملاحظة هاي، بيطلع عندي 60 اللي هي هون كلها هاي بتطلع عندي 0. سين 2 تساوي 60. هلا قديش الإزاحة الكلية لتكون عندي اللي هي بتطلع بالآخر؟ إذا سين تساوي 9 زائد 60 ويساوي 69 متر. إذا سين تساوي 60 زائد 9 بيطلع 69 متر. ليش التسارع صفر؟ اللي هي السرعة ثابتة بيكون عندي التسارع صفر، لما تكون عندي السرعة ثابتة يكون التسارع يساوي صفر. هلأ جيم بدهم السرعة المتوسطة خلال حركة كلها. طبعا احنا اخذنا تاسع السرعة المتوسطة قانونها، السرعة المتوسطة تساوي دلتا سين على زين، وانا طلعت اصلا سين الكلية كاملة اللي هي دلتا سين، هي عبارة عن سين 2 ناقص سين 1 على زين 2 ناقص زين 1. هنا طلعت سين الكلية أنا كاملة، يعني اللي سين 1 زائد سين 2. لما أحكي أنا بدي دلتا، دلتا ناقص سين 2 ناقص سين 1، قديش طلعت عندي سين 2؟ 60، وسين 1 9. إذا هاي سين 1 60 ناقص 9 على قديش الزمن الثاني؟ هيو قال لك أصلا الزمن الثاني 20 والزمن الأول 6 اللي هي 20 ناقص 6، وبيطلع عندي بنقصها على 14 51 على 14 بيطلع عندي متر لكل ثانية. كمان مرة يا تاسع عيد السؤال. السؤال كان في عندي مرق الجسم بمرحلتين، المرحلة الأولى لما كان تسارعه موجود طبعا تسارعه 5 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع مدة 6 ثانية، وبعدها ساق الدراجة السرعة ثبتت، السرعة ثبتت نفس السرعة اللي طلعت معي هون ظلت زي ما هي، معناته التسارع صفر مدة 20 ثانية. بدهم سرعة أحمد في نهاية الساعة في نهاية الثانية السادسة، طلعناها عن طريق المعادلة الأولى. بدهم الإزاحة الكلية يعني سين 1 زائد سين 2. أنا كيف بطلع سين؟ يا بستخدم المعادلة الثانية والثالثة. استخدمت المعادلة الثانية وطلعت سين 1. هلا عند سين 2، عند سين 2 بما انه هلا المرحلة الثانية سارة وحده بسرعة ثابتة يعني التسارع صفر، طب السرعة من وين اجيبها؟ انا طلعت السرعة اللي هي 3 عوضتها مباشرة وبعدين جمعت. اخر شيء السرعة المتوسطة اللي هي دلتا سين على زين، سين 2 ناقص سين 1 على زين 2 ناقص زين 1. سين 2 اللي هي 60، سين 1 اللي هي 9 اللي هي 60 سين 2، وسين 1 9 على زين 2 ناقص زين 1 اللي موجود عندي في السؤال اللي هي 20 ناقص 6، وبيطلع عندي 51 على 14. تمام يا تاسع، هذا سؤال 8. هلا ضايل عندي سؤال، راح احل معاكم سؤال 9 برضه سهل. قذفت، هي عن مقذوفات على السقوط الحر، قذفت كرة رأسيا إلى الأعلى من سطح الأرض فكان أقصى ارتفاع وصلت إليه 11.25، احسب السرعة الابتدائية للكرة، الزمن الكلي، لحظة سقوط، لحظة قذف الكرة إلى أن تعود الأرض ثانية. هذا الإشي على مين نحله؟ على السقوط الحر. يعني شو بدي أعمل قبل ما أنزل المعطيات؟ بدي أروح على جنب وأكتب معادلات السقوط الحر زي ما تعودنا يا تاسع. رح أكتب معادلات السقوط الحر. شو معادلات السقوط الحر؟ عين 2 تساوي عين 1 زائد جيم زين اللي محل تاء قلنا جيم هنا، صاد تساوي عين 1 زين زائد نص جيم زين تربيع، عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع زائد 2 جيم صاد. هيك كتبنا المعادلات. هلا بدي افرغ المعطيات الموجوده عندي حتى اطلع السرعه الابتدائيه. المعطيات: قذفت كره راسيا الى الاعلى من سطح الارض، يعني هاي الكره قذفت لوين؟ الى الاعلى من سطح الارض، فكان اقصى ارتفاع وصلت اليه 11.25. اذا قديش صاد؟ 11.25. وزي ما حكينا احنا يا تاسع، لما
أقصى ارتفاع دائما إذا كان الجسم من فوق رمى الكرة إلى الأرض بتكون عين 1-0، بما أنه رماها من تحت لفوق إذا عين 2-0. المهم عند أقصى ارتفاع دائما السرعة 0، إذا بلشنا من فوق يعني عين 1 بتكون 0، إذا أنا بلشت من تحت وصلت يعني مسكت الكرة رميتها لفوق يعني عين 2-0. المهم عند أقصى ارتفاع وصلت إلى الكرة دائما القيمة 0، إذا هون عين 2 تساوي 0. عين 2 تساوي 0. ايش بدهم بالسؤال؟ بدهم السرعة الابتدائية، اذا المطلوب عين 1. طبعا هون بما انه سقوط حر على السريع انا شو بكتب يا تاسع؟ جيم تساوي سالب 10 متر في الثانية تربيع، اللي هو تسارع سقوط الحر الثابت. شو استخدم حتى اطلع عين 1؟ الاولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ طبعا انا ما عندي زمان بستثني الاولى، وبستثني الثاني مباشرة لأنه ما عندي زمان، بستخدم الثالثة حتى أطلع السرعة الابتدائية. شو القانون؟ عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع زائد 2 جيم صاد. قديش عين 2 عندي؟ 0. تساوي عين 1 تربيع المجهولة زائد 2 ضرب سالب 10 ضرب 11 و25. قديش بيطلع عندي؟ 0 تساوي عين 1 ناقص، انا ما ننسى انه في عندي اشاره سالبه 225، بتروح ال 225 هون شو بتصير؟ عين 1 تربيع، طبعا تربيع عندي تساوي 225 تحت الجذر، عين 1 شو بتطلع عندي؟ بيطلع عندي 15 متر في الثانيه، السرعه رح تطلع عندي 15 متر في الثانيه. كيف حلينا السؤال؟ حطينا المعطيات الموجودة عندي اللي هي هاي المعطيات، صاد تساوي 11 و25، عين 2 صفر، دائما عند أقصى ارتفاع يا تاسع عند أقصى ارتفاع بيكون عندي السرعة صفر، إذا كنت بلش من فوق يعني هاي عبارة عن عين 1 صفر، إذا أنا رميت من تحت لفوق برضه رح تكون عندي صفر، دائما عند أقصى ارتفاع بتكون صفر، بتتحكم في عين 1 صفر ولا عين 2 يا مس حسب أنا شو طالب منك بالسؤال، إذا أنا قذفت الكرة رأسيا إلى الأعلى يعني عين 2 صفر، من الأعلى للأسفل يعني عين 1 صفر، وبطبق على المعادلة الأولى وبطلع السرعة. 2 الزمن الكلي من لحظة قذف الكرة إلى أن تعود إلى الأرض الثانية، يعني شو المطلوب؟ الزمن. إيش أستخدم؟ هلا بستخدم أنا حرة أستخدم الثانية أو الثالثة أو حتى الأولى، أي واحدة فيهم بقدر أستخدم الزمن، الأولى أو الثانية زي ما بدكم، المهم يكون في عندي زمن. راح أستخدم المعادلة الأولى، إذا باستخدام المعادلة الأولى اللي هي عين 2 تساوي عين 1 زائد جيم زين، ولا ننسى دائما تسارع السقوط الحر القيمة سالب 10. قديش عين 2 طلعت عندي هنا؟ عين 2 موجودة اللي هي قديش؟ 0. وعين 1 أنا طلعتها 15 زائد جيم سالب 10 ضرب زين، 0 تساوي 15 ناقص 10 زين، هلا ال 15 بتصير سالب 15 تساوي سالب 10 زين، صارت سالب لأني وديت السالب للجهة الثانية، سالب 10 سالب 10 زين تساوي الزمن يعني 1.5 ثانية، باستخدام المعادلة الأولى طلعت قيمة الزمن. هدول يا تاسع حل الأسئلة اللي رح نحلهم اليوم، بس يا ريت يا تاسع تنقلوهم على الدفتر، وبرضه إن شاء الله بحصة الزوم رح نرجع نحلهم مع بعض مرة ثانية، وابعتوا لي إياهم على المنصة، ويعطيكم ألف عافية.